تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء، أناب سموه معالي الفريق الطبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة لافتتاح مركز سمو ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية، وذلك بحضور سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان صباح اليوم، وذلك بمناسبة احتفال قوة دفاع البحرين بالذكرى 51 على تأسيسها. وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، بعدها ألقى اللواء البروفيسور الشيخ خالد بن علي الخليفة قائد الخدمات الطبية الملكية كلمة بهذه المناسبة أشاد فيها بالتوجيهات السديدة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وصاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين. وعبر قائد الخدمات الطبية الملكية عن فخر الخدمات الطبية الملكية بمرور 40 عاما على مسيرة التطوير التي تشهدها الخدمات الطبية الملكية، مشيرا عن الرغبة المستمرة في التطوير لرفع مستوى كفاءة الخدمات الطبية لمواكبة الوسائل المبتكرة والجديدة التي تشكل تحديا لمضاهاتها من قبل الآخرين. وأوضح قائد الخدمات الطبية الملكية بأن رؤية مركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية ولدت منذ 12 عاما وفي الذكرى 51 لتأسيس قوة دفاع البحرين تحقق هذا الإنجاز الطبي التدريبي الحيوي، مضيفا بأن هذه الرؤية نابعة من الاعتقاد الراسخ بأن التدريب هو حجر الزاوية لكل مؤسسة طبية تطمح للتميز المستمر في المجال الطبي المتغير. وأكد بأن مركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية سيتيح الريادة للخدمات الطبية الملكية في مجال التعليم الطبي عالميا عن طريق توفير التكنولوجيا الحديثة عالية الجودة في التعليم الطبي القائم على المحاكاة بهدف رفع مستوى المعرفة والمهارات للعاملين في مجال الرعاية الصحية والخدمات الطبية للمرضى. وفي ختام كلمته تقدم بالشكر إلى جميع موظفي الخدمات الطبية الملكية على تفانيهم المتميز والتزامهم بدعم قيم قوة دفاع البحرين، متمنيا أن يديم على مملكتنا الغالية نعمة الأمن والأمان. بعدها ألقى البروفيسور كارل ميلر كلمة بهذه المناسبة، ثم عرض فيلم تعريفي عن ما يشتمل عليه مركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية من أقسام وخدمات طبية، والذي يعد كأول مركز للتعليم والتدريب والأبحاث في المجال الطبي في مملكة البحرين، ويمثل المركز فرصا تدريبية وبحثية واعدة للكوادر البحرينية ولكافة العاملين في المجال الطبي. ثم تفضل معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة بتكريم الرعاة والداعمين وفريق عمل المركز. بعد ذلك قام قائد الخدمات الطبية الملكية بتقديم هدية تذكارية والتقرير السنوي عن الخدمات الطبية الملكية لمعالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة. بعدها قام معاليه بجولة في المركز اطلع خلالها على الأقسام التي يحتوي عليها المركز وغرف المحاكاة المزودة بأحدث الأجهزة المتقدمة والتجهيزات الطبية الحديثة وفق أحدث المواصفات التعليمية، كما تفقد معاليه المكتبة الإلكترونية وعددا من أقسام التدريب العملي للإصابات ومختبرات التشريح ومختبرات وغرف العمليات التجريبية المتطورة، بالإضافة إلى مختلف الوحدات العلاجية المتطورة ذات المعدات الطبية الحديثة والمتقدمة التي يضمها مركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية. صرح طبي آخر يضاف إلى قافلة المشاريع الصحية المتميزة التي تتفرد بإمضائها البحرين. مركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية بنيان صحي أقيم على أسس علمية وبحثية تستمد رونقها من واقع معرفي مستحدث أضحى عليه مجال الطب، المبني على كيفيات الربط بين أرقى المفاهيم النظرية والممارسات العملية في التعليم العلاجي وتفعيل آليات المحاكاة الحية في التعامل مع جميع الحالات المرضية والحوادث على اختلاف أنواعها. هذا المركز يعتبر واحد من أهم المراكز
في الشرق الأوسط، وحسب زياراتي للمنطقة أنا ما شفت واحد بهالمستوى وهالإعداد. وإن شاء الله إحنا مو نخدم البحرين، نخدم المنطقة كلها، وهذه يعني الهدف من التطوير والتدريب والبحوث الطبية، وإن شاء الله في جميع المجالات، مو بس الأطباء والنرسات، لكن بعد الباراميديكس والإسعاف. في طبعا مركز المحاكاة، مركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية، خطوة في الاتجاه الصحي الصحيح، ونموذج يستحق الريادة في سعيه نحو تطوير ورفع مستوى كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للفئات المتلقية للخدمة والمساعدة على تحسين صحتها وسلامتها، وذلك لم ولن يأتي لولا نوعية وجودة الوسائل التكنولوجية المبتكرة والجديدة التي يضمها المركز، إلى جانب كوادر طبية بحرينية مدربة تعي حجم المسؤوليات التي تقع على عاتقها. بيساعد جميع العاملين في الحقل الطبي، سواء كانوا أطباء مقيمين أو أطباء مستشاريين ولا حتى في التمريض، الهيئة التمريضية، يستفيدون من هذا المركز. والمركز يضم صراحة كل التكنولوجيا المتاحة في أنحاء العالم لتسهيل عمليات التدريب الجراحي والباطني والأطفال والولادة. من أهم طرق النجاح أنك تحصل على مراكز تدريب، المتدربين من القسم الطبي يمكنهم يعني الحصول على تدريب في إحنا كذلك مختصين نقدر نحصل على تدريب في هذا المركز. يعتبر صراحة إنجاز وخطوة كبيرة في المنطقة، مش فقط في البحرين، لأنه يضم عدة أماكن للتدريب عدة تخصصات، وهذا شيء إضافة كبيرة لنا كلنا في دول الخليج. المركز روعي فيه أرقى معايير البناء العالمية في إقامة الصروح الطبية، والتي تشكل نقطة تحد جديا لمضاهاتها من قبل كل مطلع. راعينا في أنه المسائل اللوجستية، بأنه كل الأجهزة الموجودة في أنحاء العالم تكون متوفرة في هذا المركز. المركز الآن يوجد به كل الأجهزة للمحاكاة الطبية التي يستفيد منها كل الأطباء في قوة، سواء كان في قوة الدفاع في البحرين أم خارج جوار دول الجوار. إنشاء مركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية جاء من أجل أن يكون بمثابة مركز تعليمي طبي متكامل يستقطب تعاون المعاهد الصحية والتعليمية المميزة في مختلف أنحاء العالم، وتوفير أحدث التقنيات وأفضل الطرق التعليمية الملائمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا. هو ثمرة لجهد متواصل عزم القائمون على تنفيذه طيلة ما يزيد على 6 سنوات، وتحويله إلى واقع ملموس تمثل بقيام مركز طبي متطور ترتكز فلسفته على التدريب كأساس للتعليم، وعلى أجهزة المحاكاة الافتراضية كأسلوب عملي يزيد من خبرة المتدربين والمتمرسين في مجالات الطب المتنوعة. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.